اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج المنصه. تسببت الحرب من جانب ومطاردة الميليشيا الانقلابية لمعارضيها من جانب آخر في نزوح آلاف الأسر من منازلها، فاكتظت المدن الرئيسية بالنازحين الفارين بأرواحهم وأرواح ذويهم من خطوط النار وصياط الميليشيا، الأمر الذي تسبب بأزمة سكن حقيقية وكبيرة في العديد من المدن كمأرب وتعز وصنعاء وعدن، وأصبح الحصول على بيت أو شقة صغيرة للإيجار أمرا في غاية الصعوبة، كما استغل أصحاب المنازل حاجة الناس الماسة للسكن لرفع تكلفة الإيجارات حتى وصلت في بعض المناطق إلى ما يقارب نسبة 300%. ويجبر بعض ملاك البيوت المستأجرين على دفع إيجار 6 أشهر مقدما، ما شكل هاجسا مؤرقا على المواطنين، خاصة أولئك المصنفين على قائمة أصحاب الدخل المحدود. وقد فاقم من معاناتهم انقطاع صرف الرواتب وانغلاق أبواب فرص العمل في وجوههم. الجانب الحكومي المتمثل في السلطة المحلية لم يقدم شيئا بهذا الخصوص، ولم يقم المسؤولون سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة الشرعية أو المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا باتخاذ حلول تحد من تفاقم هذه المشكلة، كوضع قائمة تحد مثلا الأسعار الأدنى والسعر الأعلى للإيجارات، أو رسم خطوط واضحة بين المؤجر والمستأجر لمنع الاستغلال. عن صعوبة الحصول على بيوت للإيجار وارتفاع تكلفة الإيجارات سيكون موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج المنصة، لكن مشاهدينا الكرام قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذه الآراء التي استطلعها مراسلنا في عدد من شوارع المدن اليمنية، فلنتابع. أصبح الحصول على شقة للإيجار في هنا في محافظة مأرب حلم صعب المنال بسبب جشع المؤجرين وغياب الرقابة من قبل الدولة أو من قبل السلطة المحلية، وعدم وضع قانون ينظم هذا الغلاء الجنوني والعشوائي. يعني أصبح المواطن يعاني من معاناة كثيرة، انقطاع الرواتب وصعوبة وغلاء الإيجارات وصعوبة الحياة في هذا الوضع. الإيجارات معضلة تؤرق كاهل المواطنين بشكل عام والنازحين إلى هذه المدينة الممتلئة بالسكان على وجه الخصوص، خاصة مع ارتفاع سعر الإيجارات يعني بشكل مهول وجنوني، وهذا ما يدل على طمع المستثمرين والجشع، خاصة طمع وجشع كبير لدى المستثمرين، وهذا ما يزيد من معاناة النازحين والمواطنين في هذه المدينة. محافظة تعز تعتبر المحافظة الأكثر حرية والأكثر تعبيرا عن الآراء بين الناس، ولذلك نزح جميع السكان من المحافظات الأخرى الشمالية أو في محافظة عدن، وذلك نتيجة للممارسات الوحشية التي تمارس ضد أبناء اليمن الأحرار، مما أدى إلى تراكم السكان داخل المحافظة. بينما السبب الثالث وهو الحصار الخانق الذي تفرضه الميليشيات الحوثيه على ثلاثه مداخل لمحافظه تعز، بينما يخضع المدخل الرابع الى ابتزازات متكرره من قبل ما تسمى انتسام الحزام الامني. جينا من الابين وكانت الايجارات البيوت يعني نسبيا تمام، كنا مرتاحين. لكن الان طبعت الايجار يعني من 70 من 80 من، واحنا يعني ناس على يعني على دخل مرتباتنا ماشي معانا الله هذه. والان الايجارات يعني اصبحت الواحد مستحيل العادي يقيس، واحنا معانا اشغالنا في جبوه واهلنا في بين طبعا، ها ولا قلنا بنجلس هنا يعني ما بنوفر حق الاكل حتى حق يعني حق يومنا. معاناتنا احنا كبيره في الايجارات حق الشقق، يعني مثلا انا استاجرت من المستاجر اللي قبلي، يعني خرج واحد وجيت انا، هو ايجاره كان ب 50,000 جيت انا ب 75,000، يعني شيء خيالي، واحنا على قد حالنا، الرواتب ما تكفي ومصاريف الناس ومصاريف البيت تمام، وعاده في مع ناس شفط بيارات ملزومين بها، وكل شيء غالي، لا حل لا من السلطه المحليه ولا من اصحاب الامن يراقبون جشع اصحاب العقارات هذولا تمام. هذا الشيء احنا نعاني منه ونطلب حل سريع من السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن عديو.
إذن مشاهدينا الكرام نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة، وأول اتصال معنا في هذه الحلقة من مأرب معنا صاحبي حمود هزاع. مرحبا بك حمود، مساء الخير. مساء الخير وتحية لكم وللإخوان المشاهدين جميعا. أهلا بك حمود، أنت كنت من النازحين إلى محافظة مأرب جراء الأوضاع التي مع بداية الحرب في صنعاء. حمود، كيف هو الوضع في مأرب من ناحية الإيجارات؟ هل هو كما يقول البعض بهذا السوء أن هنالك ارتفاع شديد للإيجارات في مأرب؟ نعم، هنا جنوني لسعر الإيجارات مقارنة بمستوى الدخل، والدخل أصبح غير موجود لدى شريحة كبيرة من النازحين والقادمين إلى محافظة مأرب وإلى مدينة عاصمة المحافظة بالتحديد، وهذا يشكل عامل ضغط نفسي وحرب أخرى لا تقل حوادة عن الحرب مع الضغوط النفسية التي يكابدها النازحين جراء الصعوبات والتعقيدات التي تعتري حلم عودتهم وتحرير صنعاء وبقية محافظات ومناطق اليمن من الميليشيا الحوثي الانقلابية، وبالتالي يجد يصبح النازح في ظلمات هو داخلية وخارجية تتلذذ في ممارسة التعذيب لمن كانوا هم عند رجال اليمن ومن وقفوا وكانوا هم الطلعة الأولى للدفاع عن الجمهورية وعن الشرعية وعن الأمن القومي الجزيرة العربية. هناك انتقام حقير بشكل غير مباشر. وكانت أزمة السكن في مأرب هي نتيجة لتعقيدات كثيرة. نعم حمود، أيضا كان غلاء الإيجارات. تفضلي حمود. دائما كانت مأرب مدينة مغلقة، وهي أيضا مدينة صغيرة، فجأة ينزح إليها الآلاف من اليمنيين، أيضا هذا شكل عبء وضغط كبير على أصحاب مأرب، ولكن أيضا لطالما عرف اليمني بشهامته خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها اليمنيين. برأيك ما هي أسباب التي تقف وراء أن البعض ذهب لرفع الإيجارات بهذا الشكل؟ وأيضا كما يقول المواطنون يشترط البعض أن يقوم المستأجر بدفع إيجار 6 أشهر مقدما، ما مدى منطقية هذا القول ومدى تطبيقه في محافظة مأرب؟ نبدأ من حيث بدأت، أن كانت مدينة مأرب عبارة عن مدينة صغيرة، لم يكن فيها بنية تحتية، لم يكن فيها مساكن مستعدة لهذا الارتفاع أو التضخم السكاني بل الانفجار السكاني الذي قدم إليها. هذه جزئية، لكن كان بالإمكان التغلب على هذه، وكان بتكامل جهود اجتماعية والسلطة المحلية الحكومة اليمنية، لكن هذه الجهود للأسف الشديد اختفت كاملة، وإما أن يجدون في العراء وإما أن يعيشون سنوات بعيد عن أهلهم، وإما أن ينزحوا في يقوموا بظروف غير إنسانية، وكلها كلها معاناة. فالعوامل كثيرة. صحيح أن الغلاء الإيجارات في مأرب لا يمكن أن تقول لماذا لأي مواطن في أي مدينة تعاني من غلاء الإيجارات، ولا يمكن أن تضطر أنه لا يستسلم لضغوط الحياة ويضطر أن يستسلم لدفع أي مبالغ من أجل أن يوفر سكن لأهله وعائلته، خاصة في مجتمعات محافظة كمجتمعنا اليمني الأصيل. هذا أولا. إذن الإيجار يخضع لقانون العرض والطلب، ولكن كيف تتحكم بقيمة الإيجارات بعيدا عن هذا عن السوق، عن اقتصاد السوق؟ هناك يعني على سبيل المثال كان بالاولى السلطه المحليه وبالحكومه ان تجهز مربعات لجوء للنازحين القادمين الى مأرب، من اراد ان يبني مسكن مؤقت او مسكن، فهذا تعطي قطعه ارض، ونحن في اطراف الربع الخالي. اذا كانت محافظه مأرب هذه الفسيحه ولم تستوعب 10 وحدات جوار للنازحين، كما الحاجه اليها وكيف استقبلتنا؟ اذا
نعم. فهذا أولا. إذا وجدت هذه الوحدات الجواري بشكل منظم ومخطط يبني يتكفل في بناء مسكنه بخيمة بصندقة. اليمني مبدع ولديه قدرة على 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 اختلاق حلول ذاتية. لا ينتظر كثير من الحكومة إذا ساعدته الجهات المعنى بربع الحل ليس اتكاليا ولا يعتمد. وهذا ما جرى بعد أن استاد الضغط في المدينة. وصلت الفكرة حمود للأسف. انفجر السكان ووصل وبدأت مخيم الزهيرة بدأت انفجار سكاني. نعم. وكان في منطقة الجفينة هذه مخيمة الجفينة التي نعم. كانت في حسب مخطط مدينة مارس في 2014. نعم للأسف حمود أنا لا أستطيع سماعك بشكل جيد. حمود للأسف أنا لا أستطيع سماعك بشكل جيد. هنالك خلل ما في الاتصال في الصوت. لا أعرف من أين ربما من المصدر ولكن وضحت الفكرة ووصلت الفكرة. حمود هزاع الصحفي كنت معنا من مأرب. شكرا جزيلا لك. أشكرك أنك كنت معي في هذه الحلقة وأعتذر للمشاهدين على سوء وضوح الصوت. معنا اتصال آخر من صنعاء. معنا حسين القدسي وهو نازح من أبناء تعز يسكن في صنعاء. مرحبا بك حسين. مساء الخير. مرحبا بك وضيوفك الكرام. ونشكر قناة بلقيس على منحنا هذه المساحة للبوح بمعاناة الكثير من النازحين في كل محافظات الجمهورية. أصبح الوضع فعلا مأساوي. الإيجارات خيالية قسمت ظهر المواطن في ظل يعني ارتفاع في أسعار السلع، ارتفاع في احتياجات الحياة العادية البسيطة. يعني الإيجارات أضافت أهم إلى جانب هذه الهموم. قسمت ظهر المواطن بالفعل. يعني الشاب كان من قبل كنا نعاني من غلاء المهور، الآن نعاني من غلاء المهور وغلاء الإيجارات. الشاب اللي بيحاول أنه يقبل على زواج يفكر يعني مليون مرة في المسكن. نعم. الآن أصبح الغلاء يعني في كل مناحي الحياة للأسف جراء الوضع الاقتصادي السيء الذي يمر به البلد. حسين أنت من محافظة تعز ونزحت إلى صنعاء. حسين عندما طلعت إلى صنعاء ما هي أبرز المشاكل التي واجهتك من حيث إيجاد المسكن والإيجارات؟ وهل هنالك قوانين تنظم الوضع بين المستأجر والمؤجر؟ طبعا المعاناة كانت كبيرة في بداية الأمر. نعم. الوضع اختلف تماما. يعني أنت تكون في تعز مستقر نوعا ما، فجأة تبدأ من الصفر في مكان آخر. صحيح. تبدأ تبحث عن مسكن، تبحث عن عمل، تبحث عن أشياء كثيرة. الأشياء هذه طبعا ما فيش قانون يضبط في الجمهورية كامل، مش في صنعاء فقط. صحيح. ما فيش قانون ينظم هذه الأشياء. الإيجارات يعني كأنها مفتوحة، تعتمد على مزاج صاحب البيت أو مالك العين المؤجرة هو الذي يتحكم بكل هذه الأمور. يعني جشع أصحاب البيوت إلى جانب تخاذل السلطات وأصحاب القرار. لا يوجد من يضبط هذه الأمور. الأصل في الأمر أن يكون هناك سقوف معينة تعتمد، يعني يكون في معايير. يعني مثلا شقة مكونة من غرفتين، مطبخ، حمام يكون سعرها كذا، ويعني وقس على ذلك. صحيح. الأمر يعني لا يطاق. والأصل لا نريد من هذا الموضوع أن يكون مجرد حلقة عابرة. إن شاء الله تكون قضية رأي عام تصل لكل مكان. نريد أن يراعي أصحاب القرار، يعني المواطن الكادح الذي يبحث عن سبل الحياة. يعني مسؤوليات كثيرة خاصة النازحين. يعني اختلف الوضع تماما، فرص العمل قليلة، أشياء كثيرة لا تخفى على الجميع. صحيح. ويجب على اليمنيين أن يتكافلوا فيما بينهم. الآن نحن نمر بربما هي أسوأ أزمة في العالم، ولا بد على اليمنيين أن يراعوا ظروف بعض. إذن حسين رسالة تقدمها أو توجهها لأصحاب البيوت وأيضا للمسؤولين في السلطة المحلية في كل الجوانب سواء في مناطق سيطرة. تفضل.
الرسالة هي يعني يحاولوا أنهم يعني يراعوا المواطن إلى جانب الآن يعني لما تروح تستأجر أشياء كثيرة يعني يطلب منك إيجار فترة معينة يعني قد تصل إلى سنة مقدم، يطلب منك يعني شروط خيالية، يطلب منك ضمانات تجارية، ضمين تجاري مسلم يعني في حالة أشياء يعني لو تقدم في وظيفة في مكان معين في بنك على سبيل المثال ما يطلبوش هذه الشروط، يطلب منك يعني أشياء كثيرة. يجب أن تكون الأمور سهلة ومرنة، خصوصا أن الظرف الاستثنائي يتطلب أن يكون الجميع يد واحدة. اليوم يعني اليوم عندنا بكرة في مكان آخر، يعني ممكن صاحب العين المؤجرة هذا يصبح يوم من الأيام نازح ويبحث عن شقة. صحيح، في الأمر زي ما ذكرت يعني نناشد الجهات المعنية أن ترى لنا يعني بعين المسؤولية، فعلا هي مسؤوليتهم، والأصل أن يكون هناك مبادرات، أن يكون هناك قوانين تشرع وتلزم أصحاب البيوت بمراعاة المستأجرين. صحيح. إذن حسين القدسي كنت معي من صنعاء، شكرا جزيلا لك حسين. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من أب. مرحبا بك عامر المطري، مساء الخير. مساء النور والعافية. أولا أشكر القناة وإدارتها على الاستضافة واللفتة الكريمة لأهم الجوانب التي والاهتمام لأهم الجوانب التي يعانيها المواطن في هذا الوقت وخاصة في أب. أهلا بك عامر، كيف هو الوضع في أب من ناحية الإيجارات وأسعار التأجير؟ طبعا مثل ما هو عارف للناس كامل كيف غلاء الإيجارات بالأوان الأخيرة والازدحام السكاني الباهظ الذي جعل هذا المشكلة تتفاقم يوما بعد يوم، يعني اليوم بسعر بكرة بسعر، اليوم تقدر بكرة ما تقدر، يعني كل يوم صاحب الإيجار يرفع أكثر. كل يوم يعني طمع أصحاب العقارات بشكل جنوني جدا، جعل المواطن يبحث على شقة من أصعب الأشياء. يعني لو تدور بيت بالجنة أشوف أنه قد هي أسهل أنك تدور بيت شقة تستأجره في أب. طبعا هذه مشكلة كبيرة، جعل الشباب يعني يعزفوا على الزواج بشكل كبير. كان قديما الشباب يعزفوا بالزواج ويغنوا، الآن الشباب يعزفوا عن الزواج بالخالص، خالص بطلوا. يعني هذه مشكلة بصراحة جعلت المواطن في حيرة من أمره، يعني يعني مجرد ما تفكر بس تتزوج وتفكر إنك خلاص تبني أسرة وكذا، تيجي تشوف أول شيء تدور على شقة، الشقة إيجارها 60-70 ألف وما تلاقي، تيجي يا دوب تحصلها شقة صغيرة جدا ب50 ألف، يبي يقول لك خلاص ادفع حق 3 أشهر مقدما، 4 أشهر مقدما، وشهر ديبازي وشهر للدلال، تطلع 500 ألف، يعني نص تكلفة الزواج بشكل عام. نعم. هذه المشكلة يعني لا يغيب عن أحد من الناس كامل، وأشوف لو جينا نتكلم على الحلول، الحلول يعني الحل الجذري هو إيقاف الحرب باليمن، يعني كحل جذري هو إيقاف الحرب باليمن، لكن يعني عشان تخفيف الناس، عشان يعني لو في معانا حكومة سواء كانت اللي في الرياض ولا في صنعاء ولا في أي مكان، لو كان يعني يهتموا بمشكلة المواطن على الأقل يفتحوا مع باب متعز، يعني يفتحوا الطريق للحديدة، يفتحوا الطريق. يعني الآن أصبحت المناطق المحررة مخنوقة من الجميع. صحيح. يعني وكل هذه المشاكل عامر أيضا هي بسبب غياب الدولة، إن وجدت الدولة ستقوم بحل كل هذه الإشكاليات. كنت أريد أن أسألك عامر، هل هذه المشكلة أيضا تشمل إيجارات المحال؟ يعني هل المشكلة فقط بالإيجارات البيوت ولا أيضا المحال التجارية؟ لا بالعكس، يعني المحلات التجارية إيجارتها مضاعف جدا، يعني طمع الناس بالإيجارات، إذا كان يطمع فقط على صاحب إيجار يمكن له سنين ما فيش معه راتب، لكن لما يكون محل إيجار يعني شغال وكذا محل تجاري يرفع ضعف
كل يوم يرجع يقول لك خلاص انت بدك تدخل الفلوس تجيب لي منها، يعني كل الصنع اصبح مضاعف. لكن بصراحة مشكلة كبيرة جدا. نتمنى من الله اولا ان يعني يخفف على المواطن. وكان انا اكثر مشوري بس على الزواج، كوني انا الان مقدم ان شاء الله على الزواج وابحث على شقة وابحث على كذا، يعني كان كل شيء والحمد لله سهل الا مسألة الإيجارات هذه. شيء جنوني جدا جدا. نعم، وألف مبروك مقدما يا عامر، نتمنى لك كل التوفيق ونتمنى لك أن تحصل على شقة، وإن ما حصلتش على شقة اسكن مع أهلك برضه حلوة اللمة. شكرا جزيلا لك عامر المطري، كنت معنا من إب. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر من عدن هذه المرة معنا وضاح الأحمدي، مرحبا بك وضاح، مساء الخير. مساء الخير لك، مساء الخير لكل المشاهدين المتابعين في برنامج المنصة، حياكم الله. اهلا بك وضاح. وضاح، كيف هو الوضع في عدن؟ ربما استمعت للأخوة المتصلين من مأرب ومن صنعاء ومن إب، هل يختلف الوضع في عدن؟ نعم بالطبع، نحن في عدن نعاني اكثر ما يعاني في محافظات اخرى بالنسبه لموضوع ارتفاع اسعار ايجار العقارات البيوت المحال التجاريه. طبعا نحن اصحاب عندنا بعض محلات هنا في عدن ومستاجرين ايضا شقق في عدن، لكن من المؤسف جدا ان في الفتره الاخيره اختلفت الاوضاع خاصه هنا في عدن. كنا مستاجرين في بالعمله اليمنيه الان اصبحت في السعوديه بالدولار، فكانت سابقا ايجارات الشقه الواحده تقارب 55000 ريال يمني، اما الان اصبحت ب 1500 سعودي. من المؤسف جدا ان يكون هناك رقابه على هؤلاء الناس الذين يقومون برفع ايجارات الشقق والمراكز التجاريه استغلالا للسكان، استغلالا للمواطن، استغلالا للناس. وياتي هذا الارتفاع يعتبر اعتقد نتيجه ما عن كثافه النزوح، نزوح الناس الى محافظه عدن كان بشكل كبير. هنا في عدن الكثير من الأسر قد تستطيع أن توفر المأكل والمشرب، ولكن المشكلة الأكبر هي السكن. لكن السؤال الأهم اللي نحن دائما كمواطن أو كصحفي أبحث عن الحل أو عن البدائل، ترى هل ستستمر هذه المعاناة هنا في عدن وفي المحافظات الأخرى دون رقابة من الحكومة، دون لفت النظر من قبل الجهات المعنية؟ نحن نتمنى دائما أن يكون هناك في رقابة. وفي أيضا حابب أوجه رسالة لأصحاب العقارات الذين هم أصحاب الشأن، أن كل إنسان يمتلك عقار أو يمتلك عمارة أو يقوم بتأجيرها أن يحاول أن يحكم ضميره أولا قبل أن يخضع للفلوس والريال. نعم وضح. وأيضا كان من المعول على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية أن وجود الدولة ولو بحدها الأدنى أن تثبت ذلك في هذه القضايا المباشرة التي تمس مصالح الناس المباشرة. برأيك ما سبب تجاهل السلطات المحلية أو حتى عقال الحارات لهذه المشكلة؟ نحن إن تحدثنا عن هذه المشكلة، طبعا دعيني أتحدث عن مشكلة جدية واقعية حصلت معنا بالفعل. رأيت أكثر من السكان يغادرون، نحن في شقة في عمارة، رأيت كان لنا جيران نازحين من الفديدة فقاموا بالخروج من الشقة بسبب إجباري من قبل مالك العمارة، لأنهم لا يمتلكون نقودا من أجل دفع المبلغ الذي قام برفعه عليهم. ترى أما بالنسبة لدور عقال الحارات والجهات المختصة هنا في عدن، نعول عليهم جدا بأن يقوموا بوضع حد لمثل هذه المشكلة، كونها مشكلة خاصة في هذا الوضع الراهن الذي يعيش فيه المواطن اليمني في تدهور كبير، في معاناة إنسانية. الله أعلم ما الحال، فالناس كلهم ليس الجميع، قد يكون هناك بعض الناس يكون عنده الإمكانية المادية أنه حتى يتحمل ارتفاع الإيجارات وكذا، لكن ما هو الحال بالنسبة للمواطن الذي لا يمتلك، خاصة بعد انقطاع الرواتب والأعمال الخاصة أيضا والموظفين الذين أصبحوا بدون وظائف بدون رواتب، كيف سيكون وضعهم؟
صحيح، وهم الشريحة الأكبر. إذن وضاح الأحمدي كنت معنا من عدن، شكرا جزيلا لك. وضاح، مشاهدينا الكرام اتصال هذه المرة من حضرموت معنا فواز الشعراني. مرحبا بك فواز، مساء الخير. مساء النور، مرحبا بكم. أهلا بك فواز، كيف هو الوضع في حضرموت؟ تتمنى أن يكون أفضل ولو بقليل. أولا نشكر قناة بلقيس، قناة كل اليمنيين، على إتاحة الفرصة لنا، حيث تعتبر قناة بلقيس قناة اليمنية الحر واليمنية الثائر. كذلك نشكرك أنت الإعلامية المتألقة أمل علي في برنامجك الرائع على المنصة. بالنسبة للوضع في حضرموت لا يختلف كثيرا عن الوضع في عدن أو في المحافظات المحررة. الوضع وضع رفع الإيجارات وضع كارثي بكل ما تعنيه الكلمة. المستأجر أصبح المستأجر للمنزل أو للمحل منذ سنوات طويلة أصبح اليوم مغلوب على أمره ومغصوب إما بالبقاء ودفع ما يريده المؤجر مع الزيادة القاتلة أو المغادرة، والبديل طبعا موجود. وأكثر ما زاد بهذه المعاناة هو من رفع الإيجارات هو بسبب مغادرة الكثير من اليمنيين المملكة العربية السعودية بعد القرارات المؤلمة والمشرفة من قبل السلطات السعودية ضد المقيمين فيها، فاضطر العديد منهم للعودة لليمن ودفع مبالغ خيالية وبالريال السعودي طبعا بدلا من الريال اليمني لصاحب العقار. فزاد الطمع عند أصحاب العقارات للأسف، يأتي إلى صاحب العقار المستأجر القديم ويهدده إما برفع الإيجار الذي قد يصل إلى أكثر من 100% أو المغادرة فورا، والبديل طبعا الذي هو المغترب العائد من المملكة سوف يدفع هذه الزيادة مع الأسف يعني. نعم فواز، ربما طرف الآخر. حضرموت هي من المناطق اليمنية التي تحظى بوجود الدولة ولو بحدها أو بشكلها الأدنى. لماذا يتم تجاهل هذه المشكلة؟ لماذا لا تقوم السلطة المحلية في حضرموت بترتيب الوضع بين المؤجرين والمستأجرين والتنظيم ولو بالحد الأدنى؟ مع الأسف المفروض أن يكون ذلك، لكن هذا الوضع موجود في جميع المحافظات اليمنية المحررة سواء كانت حضرموت أو مارب أو عدن. نرى ارتفاع جنوني بالأسعار الإيجارات. السبب الآخر لتفاقم وضع زيادة الإيجارات هو سبب الطلب المتزايد للسكن في المحافظات المحررة أو المحافظات الآمنة من قبل النازحين الذين نزحوا من محافظتهم المشتعلة بالحروب. للأسف صاحب العقار يطمع بهذا الطلب المتزايد، يقوم برفع الإيجارات فيضطر النازح للسكن، ومع الأسف يضطر النازح كذلك لظاهرة التسول كي يدفع الإيجار ويوفر قيمة الإيجار. نعم. كذلك الظاهرة هذه الارتفاعات الجنونية نراها فقط موجودة في المحافظات المحررة مع الأسف بسبب تواجد الدولة بشكل صوري فقط، لا تستطيع ضرب أصحاب العقارات، مع أن برضو حضرموت من المحافظات الآمنة وهناك العديد من المشاريع التي قامت بفضل جهود المحافظ فرج سالم البحتني، لكن هذه الظاهرة ظاهرة الإيجارات المرتفعة ومع الأسف بالريال السعودي، يعني الريال اليمني لا يتعامل معه بالخالص. يعني لا يستطيعوا ضبط أصحاب العقارات إطلاقا، وهذا الشيء أيضا نشاهده في المحافظات المحررة كما قلت. أما بالنسبة للمحافظات التي تحت سيطرة جماعة الحوثيين مع الأسف يوجد هناك رادع وعقوبة لكل من تسول له نفسه برفع الإيجارات أو بطرد المستأجرين القدامى. نعم، إذن وهذه دعوة منا نعم. إلى السلطة المحلية في محافظة حضرموت للنظر في الموضوع وتنظيم الوضع. إذن فواز الشعراني كنت معنا من حضرموت، شكرا جزيلا لك. اتصل آخر هذه المرة مشاهدينا الكرام من تعز معنا محمد المياس. مرحبا بك محمد، مساء الخير. مرحبا بك يا أمل ومرحبا بجميع المشاهدين. أهلا بك. في كل مكان إن شاء الله. محمد، أنت تسكن في بيت إيجار، كيف هو الوضع معك مع الإيجارات؟ بالنسبة للإيجار يعني نحن نعاني كثيرا من هذه الظاهرة ارتفاع أسعار يعني الإيجار في وخصوصا في محافظة تعز هنا بسبب النازحين وبسبب الصراع والحرب الدائرة في المحافظة. هناك ارتفاع كبير بالإيجار ونحن نعاني كثيرا من هذه، وخصوصا كطلاب جامعة. نحن طلاب الجامعة يعني عانينا كثيرا من ارتفاع أسعار الإيجارات في محافظة تعز.
لا توجد رقابة على أصحاب العقارات في المحافظة، مما أدى إلى ارتفاع بشكل جنوني في المحافظة. نتمنى أن يكون هناك نوع من القوانين الرادعة لهؤلاء الذين يستغلون سواء النازحون أو الطلاب أو الفئات التي شردت من منازلها أو مناطقها التي تقع تحت صراع. نعم محمد، الآن يخبرني المعد أنك صحفي، إذا أنت زميل محمد، ربما كان توجيه السؤال ليس بالشكل اللائق. الأول محمد، بحكم أنك صحفي ومطلع على الأوضاع في تعز، برأيك ما سبب تجاهل السلطة المحلية لهذه المشكلة؟ إذا ما استثنينا السلطة المحلية لغياب الدولة بسبب الظروف، لماذا لا يهتم بذلك حتى على الأقل عقال الحارات؟ يعني في كل حارة في اليمن لطالما كان من المعروف أن عقال الحارات هم من يضبطون هذه الأمور بين الناس، لماذا يتجاهل حتى عقال الحارات لهذه المشكلة؟ نحن لا نعرف المشكلة أو السبب الرئيسي لتجاهل عقال الحارات أو السلطة المحلية لهذا الأمر. كل ما نعلمه أن هناك استغلال من قبل المؤجرين أو أصحاب العقارات في المدن المحررة، سواء للأشخاص الذين هم نازحون من مناطق خارجة، يعني أماكن صراع، أو أشخاص يعني كطلاب كما تحدثت سابقا. السلطة المحلية في محافظة تعز هناك نوع من المبادرات حدثت في السلطة المحلية، هناك اجتماعات، هناك نقاشات حول هذا الأمر، إلا أن هذا لم يبدي نفعا مع أصحاب العقارات. هناك استغلال، هناك معاناة للمواطنين والمشردين من منازلهم، لا يجدون أماكن، يعني الارتفاع ليس بشكل ضئيل وإنما بشكل جنوني، يعني جعل هؤلاء النازحون يعيشون معاناة أخرى. أصبح حلم النازح أو حلم هذا المشرد أن يحصل على بيت يلجأ إليها، يعني فوق معاناته التي يعاني فيها من عدم وجود يعني الغذاء أو الماء. أو أصبح المأوى أيضا هو معاناة أخرى للنازحين والمشردين هنا في محافظة تعز. نعم محمد، أيضا قبول المستأجرين بشروط المؤجرين هذه المبالغة وغير المنطقية يسمح لهم بالتمادي بهذا الاستغلال، كيف يمكن للمواطنين أن يقفوا في وجه هذا الاستغلال من قبل المؤجرين؟ كيف يمكن لهم عدم السماح لهم باستغلال هذه الظروف الصعبة؟ المواطن ليس بيده أي حيلة، أو ربما هو مضطر إلى أن يقبل بأي شروط، لأنه هو في الأخير أصبح بحاجة الآن إلى سكن أو مأوى يسكن فيه. ليس هناك أي مجال إلا أن تقوم السلطة المحلية في المحافظة بعمل قوانين ومتابعات، أيضا بتقبل شكاوي المواطنين. فالمواطنين هنا إذا كان هناك دولة أو سلطة محلية تقوم بضبط هؤلاء أصحاب العقارات، سيلجؤون إلى السلطة المحلية أو إلى الجهات الرسمية لأخذ حقوقهم أو للعمل حل لهذه أصحاب العقارات، عمل حل لهؤلاء بالتوقف عن هذه الظاهرة السيئة. نعم، إذن محمد المياس الصحفي كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك محمد أنك كنت معي في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، اتصال آخر هذه المرة من مأرب، معنا جهاد النهاري. مرحبا بك جهاد، مساء الخير. أهلا وسهلا بمشاهدتي. أهلا بك جهاد، أنت تسكن في مأرب، كيف هو الوضع في مأرب؟ هل أنت مستأجر؟ هل واجهتك قصة ما بهذا الخصوص؟ نعم أختي، أعتقد أن سبب ارتفاع الإيجارات في محافظة مأرب هو السبب الرئيسي، هو النزوح الكبير لعدد النازحين من المناطق المسيطرة عليها ميليشيا الحوثي. نجد في 2015 أن عدد سكان مأرب يعني النازحين لا يتجاوز عن 350,000. الآن أختي الكريمة، عدد السكان ما يقارب 3 مليون مواطن في محافظة تفتقد لأبسط مقومات الحياة،
أختي الكريمة، أصبحت مشكلة جرية للإيجارات هي من تورث مواطن في هذه المحافظة، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الإيجارات، هناك جشع من قبل المؤجرين. سبب إلى البحث عن سكن تظل ثلاثة أشهر، يعني تبحث لمدة ثلاثة أشهر تبحث عن إيجار بيت ولا تحصل أصبح يعني الإيجار إنك تجارة إيجار فيها هنا في مارب كحلم، يعني إنك يلا إذا حصل بيت غرفة مطبخ حمام بستين ألف وسعر خيالي، يعني إلى حدود كم مثلا تصل الإيجارات؟ إلى حدود كم مثلا تصل الإيجارات؟ الإيجارات هنا في معرب أعتقد أن أنا ساكن غربتين ومطبخ وحمام بثمانين ألف بثمان، وبيت شعبي طبعا بيت شعبي. وهذه المشكلة أختي الكريمة، من علم يعني هناك ناس يعني اوضاعهم الاوضاع هنا في يعني اوضاع اقتصاديه سيئه وانقطاع المرتبات اختي الكريمه، بالاضافه الى كل المشاكل السابقه توجد هناك مشكله اكبر وهي عدم وجود قانون المؤجر والمستاجر في اليمن. المؤجر يتحكم بالمستاجر وكانه تحت رحمته، وليست معرب استاذتي الكريمه وليست معرب المدينه الوحيده، بل هناك عدد من المحافظات الاخرى التي تشهد خبرة قياسية أيضا في سوق العقارات. ففي محافظة حضرموت شرقية اليمن تجاوز ارتفاع أسعار الإيجارات في الأحياء التجارية إلى 200%، وأصبح التعامل في الأغلب بالريال السعودي نتيجة تذبذب سعر الريال اليمني مؤخرا. نعم. إذا جهاد النهاري كنت معي من مأرب، شكرا جزيلا لك، أشكرك جهاد أنك كنت معي ضيف في هذه الحلقة، ونتمنى من الجهات المختصة نظر لهذه القضية. إذا مشاهدينا الكرام نذهب لاستطلاع بعض التصريحات أيضا التي أدلى بها المواطنون لمراسلينا من الشوارع المدن اليمنية، نذهب لنتابع. الإيجارات مؤخرا في مدينة تعز بشكل فظيع بسبب الازدحام السكاني وكثرة النزوح إلى المدينة، مما أدى إلى زيادة الإيجارات وارتفاع جشع بعض ملاك المنازل والعقارات بسبب غياب الرقابة الحكومية وكثرة الطلب على هذه المنازل، مما أصبح بعض الناس غير قادرين على الاستئجار نتيجة لعدم وجود الرواتب وكذلك الوظائف وركود سوق العمل. أصبح الناس الآن غير قادرين على الاستئجار، وكثير من الناس والمواطنين هنا يشكوا من غلاء الإيجارات. من أسباب عدم الحصول على العمار الإيجارات والشقق لها عدة أسباب. السبب الأول أنه الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي على هذه المدينة المحاصرة منذ أكثر من 5 سنوات، وأيضا بسبب الضغوطات التي تحصل في داخل عدن من قبل الحزام الأمني المدعوم من قبل الدول الأجنبية تدعمه لكي يعمل الأعمال التي تريده وتطبق كل أهدافها، أيضا بسبب الاحتكاكات التي تحصل في بعض أماكن ميليشيات الحوثي، مما يضطر المواطن إلى الهروب من عند ميليشيات الحوثي إلى مناطق المحررة للشرعية. أما من ناحية ارتفاع الأسعار، أيضا كل هذه اللي ذكرناها من الحصار ومن التهديدات وغيره هي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار. يا أخي احنا نعاني من الإيجارات حق الشقق، يعني كل سنة بيرفعوا علينا، واحنا ناس إشغالنا بسيطة ضعيفة ما تغطيش الأعمال ولا تغطي أكلنا وشربنا، والآن كل سنة يبغوا زيادة ونعاني من الإيجارات، حالتنا ضعيفة. نعاني هذه الأيام من ارتفاع جنوني لإيجارات الشقق وإيجارات المحلات، وأصحاب المحلات وأصحاب العمائر كل شهرين كل ثلاثة يرفعوا علينا الإيجارات ويريدوا منا أن ندفع بالعملة الأجنبية مثلا السعودي، وبعض أحيان الدخل عندنا محدود ما يمكن لنا الحصول على هذا المبلغ، والشقق عندما أنت تريد الانتقال من شقة إلى شقة لا صعوبة الحصول على الشقة الثانية نتيجة إيش؟ ازدحام المحافظات وازدحام العمائر بالسكان. كان الإيجار من 60 ألف ورفعوه إلى 80، كل حاجة يشتوه بالسعودي،
نرجو من الأخوة أن يساعدونا هنا ونقصوا الإيجارات كل شيء، بس السعودي ما عاد في مساعدة بعد أن احنا عملنا صعب منطق نتوصل إلى هذه المرحلة، مرحلتنا صعبة شوية. إذن كما تابعتم مشاهدينا الكرام، وهذه دعوة مننا ومن كل مواطن يمني في اليمن في الداخل أو في الخارج للمسؤولين في السلطة المحلية لتحمل مسؤولياتهم والقيام بواجبهم، فوضع المواطن لم يعد يحتمل. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أشكر ضيوفي، والشكر هو موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، والشكر هو موصول لكم من زميل معد هذه الحلقة ومنتج البرنامج الزميل عمر النهمي. نلقاكم على خير في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله.